بعد التربص اللي جريناه في الرباط لمدة 10 أيام اللي تخللاته واحد يعني تدريب شاقة ومفيدة في نفس الوقت، فالآن كنكملوا هذاك لو بروغرام اللي عطاونا لي بريباراتوار فيزيك ديال لا فيديراسيون بور سو بريباري اي بور لو تيست فيزيك اي بور لا سيزون سبورتيف اللي غتبدا العام الجاي، كوم سا نكونوا بري باش نربحوا الرهان اللي هو يعني يكون تحكيم في المستوى اللي كيتوقعوه منا وكيأملوه من المسؤولين ديالنا ان شاء الله. كما الفرق كتعرف استعدادات مكتفه قبل الموسم الرياضي، طبيعه الحال الحكام ما كيستناش حتى هو من المنظومه الرياضيه، كيشهد حتى هو استعدادات رياضيه جد مكتفه اللي استراتها الجامعه الملكيه من طرف لا دي تي ان. بطبيعه الحال الجامعه وفرت لنا معدين بدنيين وبرامج ديال الاستعداد البدني في المستوى، الحكام كيحرصوا على التطبيق ديالها، وحنا هنايا في الجهه ديال اكادير محظوظين اننا كنتوفروا على مجموعه ديال الملاعب بالاضافه لمركز طبي في المستوى اللي كيكون موضوع راه الاشاره ديالنا باش نستعدوا للموسم الرياضي المقبل. احنا اليوم في ملعب الابيعات لمواصله واحد البرنامج اللي كان مصدر من طرف المديريه المركزيه للتحكيم، هو عمل شق ولكن النتائج ديالو هي اللي كتخلينا انه نعملوا يعني نواصلوا التدريب. لماذا؟ باش نرقاو يعني البطوله الوطنيه، لانه التحكيم هو يعني جزء لا يتجزا من اللعبه، وبالتالي لابد من مواصله الجدود والتكثيف فيها من اجل تحقيق يعني الرقي الرياضه المغربيه عموما. الاستعدادات اللي كانت هذا العام هذا اننا بدينا مع الاطار الوطني سي عبد العزيز حراري اللي هو معروف على الصعيد الوطني وحتى على الصعيد الدولي، بدينا معاه في التحضيرات للتدريب السنوي الذي يجري كالعاده كل بدايه موسم، ومشينا من بعد للتدريب الوطني مشينا الحمد لله مستعدين بما فيه الكفايه، ومن ثم واكبنا المتطلبات الجديده ديال المديريه الوطنيه للتحكيم اللي هي كتوافق المتطلبات ديال الاتحاد الافريقي والاتحاد الدولي على المستوى البدني ولا حتى على المستوى التطوير او التطور من على مستوى المفاهيم الكرويه الجديده. ومن بعد التدريب الحمد لله اننا خدينا برنامج كامل ومتكامل من الاداره التقنيه الوطنيه للاعداد البدني للحكام، والحمد لله كما كتشوفوا راه جميع الحكام اللي كانوا في التدريب الوطني حاضرين معنا باستثناءات اللي هما الاستثناء الوحيد اللي كاين هو رضوان جيد اللي عنده مقابله على المستوى الدولي في البطوله العربيه، والاستثناء الاخر هو المساعد حاتم مولاي ابراهيم اللي هو بعيد على مدينه اكادير اللي ساكن حاليا بمدينه تردانت. ما تنساش تابونا في لاشين وتاكتب الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هاد بريس.